طيب سؤالنا اللي حضراتكم بتجاوبوا عليه على كل صفحات التواصل الاجتماعي، اي بطولة صعبة؟ فكريم كان بيقول لي، كان بيبص على السؤال قال لي الناس كلها مجاوبة سؤال إجابة واحدة بطولة افريقيا بس. طبعا اكيد بطولة افريقيا بالاسلام كانت مختلفة وكان ليها مذاق مختلف، لان طبعا اكيد الهزيمه امام نفس الفريق المكسب تاني لا يعني نخسر ضمن الموديل لما كسب الفاينل مننا السنه اللي فاتت، اكيد السنه دي كانت الناس كلها منتظره هذه المباراه، منتظره صحيح. هذه المواجهه صحيح. والامانه احنا السنه السنه يعني الوداد طبعا فريق كبير، نادي كبير جدا طبعا، وصلنا عندهم لعيبه كويسه وهم في الكوره المغاربه بصراحه في الكوره كويسين ممتازين جدا، وطبعا ببارك لهم على انجاز منتخب السيدات في كاس العالم السيدات، بس احنا السنه دي كنا احسن من الوداد بصراحه يعني سواء ذهابا او ايابا، واعتقد هدف عبد المنعم جه بشكل دراماتيكي صحيح. واسلوب طيب. خلى عشان بس نستعرض الحاجات على او الاجابات لكل الجماهير، او زي ما كريم قال مختار قايد دي من على صفحه الفيسبوك، بطوله افريقيا، حازم بيقول دوري ابطال افريقيا، هيما الفقي بيقول دوري ابطال افريقيا، قول محمد او علي محمد بيقول بطوله افريقيا، يوسف علاء طبعا افريقيا كانت صعبه لكن الاهلي قد اي صعوبات، بشكرك جدا. خالد سامح اللي بيقول دوري ابطال افريقيا، بيتر بساعده بيقول دوري ابطال افريقيا، حمو الحرزاوي بيقول افريقيا، محمد عزت كعبيش بيقول افريقيا. خلينا نروح لانستجرام ونشوف برضو اجابات حضراتكم، واضح ان هي بطوله افريقيا طبعا، بس ما فيش صعب على اعظم نادي في الكون. ايمن زهير بيقول دوري ابطال افريقيا، رانيا بتقول افريقيا طبعا، سبورتنج كهربا افريقيا، يسري بيقول افريقيا اكيد، يوسف محمد افريقيا اكيد. كمل انستجرام، شيماء مصطفى بطولة دوري ابطال افريقيا، محمود دوري ابطال افريقيا، لولا لولا دوري ابطال افريقيا، حمدي بيقول دوري الابطال اكيد افريقيا. نروح لتويتر، أسامة سعيد 11 يعني طبعا افريقيا، محمد مرضي دوري الابطال افريقيا، حسين دوري ابطال افريقيا، كريم موسى بيقول بطولة افريقيا، منتصر محفوظ دوري ابطال افريقيا. اخر حاجة عندنا برضو في تويتر، احمد الجوهري دوري ابطال افريقيا كانت رد اعتبار، ده الكلام اللي كان بيقوله كريم حالا، ما كانش ينفع نخسر البطولة للسنة الثانية في نفس الفريق وعلى نفس الملعب. كمال عرفة ما فيش بطولة تستعصى على الاهلي يا اسلام، الاهلي وجد ليتوج بكل البطولات. ابراهيم ابو الوفا، افريقيا طبعا يا كابتن اسلام، اي فريق يستقبل 5 اهداف خلاص خرج من البطوله، هنا قصده على طبعا سان داونز، بس الاهلي معودنا ان الكوره ما فيهاش مستحيل، اهلاوي انا والفخر ليا، كلنا اهلاويه والفخر بينا.